رئيس الموساد خائف على مستقبل إسرائيل. رئيس جهاز الموساد السابق اسمه شافيت كتب مقال بيقول إنه الأول مرة خايف على مستقبل إسرائيل، وشايف المشروع الصهيوني بينهار وإسرائيل نفسها بتنهار، وبيقول يا ترى هيرجع تاني الإسرائيليين واليهود يسيبوا فلسطين ويروحوا كمان شتات مرة تانية، وهم هناك بقى ينتظروا نزول المسيح في آخر الزمان؟ هل يا ترى هينتهي المشروع الصهيوني وتنتهي إسرائيل تماما؟ دي تخوفات رئيس الموساد السابق اللي بيقول لأول مرة في حياتي أشعر أن مستقبل إسرائيل في خطر. في نفس الوقت كاتب وسياسي يهودي كبير في أمريكا اسمه هنري سيجمان، من كبار قادة اليهود في أمريكا، بيقول إن الفلسطينيين اللي كان عندهم شعور باليأس وعدم الأمان نقلوا هذا الشعور للإسرائيليين. بيقول إن حاليا الإسرائيليين عندهم شعور بعدم الأمان وعندهم يأس من المستقبل، وحاليا في هجرة مضادة. كان زمان في الهجرة اليهودية إلى إسرائيل، وتبقى في الهجرة اليهودية من إسرائيل. يعني دلوقتي في تكالب للحصول على جنسية تانية بالنسبة للإسرائيليين. يعني أي إسرائيلي كان بيجي قبل كده من أوروبا وأمريكا وروسيا وإثيوبيا وغيرها علشان يعيش في إسرائيل، حاليا الإسرائيليين هم اللي عايزين يعيشوا برا تاني في أوروبا وأمريكا، وبيجروا ورا جنسية تانية، شايفين إن الجنسية الإسرائيلية مش أمان للمستقبل. بيتكلم سيجمان على اللي حصل لما بعض الفلسطينيين اقتحموا كنيس، معبد يهودي، دار عبادة يهودية، وقتلوا فيه بعض المصلين، وبيقول احنا كبرنا الكلام ده كتير لكن نسينا اللي عمله باروخ جولدشتاين. باروخ جولدشتاين علشان نبقى فاكرين باستمرار، ده طبيب من أسرة يهودية متطرفة في أمريكا في مدينة نيويورك، اتولد في بروكلين وبعدين درس الطب، صهيوني متطرف. لما جه إسرائيل قرر ان هو يقتل المصلين في الصلاة. فجاء يوم كان فجر يوم جمعة وكان نص رمضان، وده كان في شهر فبراير سنة 94، وجاءوا الناس بتصلي في الحرم الإبراهيمي، ودخل الحرم الإبراهيمي وقتل المصلين، مسك سلاح رشاش وقعد يضرب كل المصلين في صلاة الفجر في رمضان، في 15 رمضان مات 29 واحد وأصيب 150. ولما السلاح فضي المصلين المصابين جريوا وراه بطفايات الحريق وقتلوه، بس قتلوه بعد ما كان قتل 29 من المصلين في المسجد و150 أصيبوا. وقتها إسرائيل كانت متواطئة رسميا بقوة، منعوا الإسعاف تروح تنقل المصابين، ومنعوا الشرطة، إن هي الشرطة منعت إن الفلسطينيين ينقذوا أهاليهم جوه المسجد. وبعد كده هذا المجرم القاتل الإرهابي العنصري جولدشتاين عملوا له مقام وضريح، وحاليا بيزوروا المقام والضريح، وعملوا كمان حرس شرف من الجيش الإسرائيلي على المجرم باروخ جولدشتاين. وكل شوية ندوة ومؤتمر عن عظمة جولدشتاين، العارف بالله جولدشتاين. ولما في ندوة قاعدين يتكلموا في مناقبه ومزاياه، فطلع واحد إسرائيلي قال لهم يا جماعة مش الدرجة دي، الراجل برضو قتل الناس، قالوا اخرج يا كافر، وطردوه من القاعة. فواحد مجرم زي ده راح لمصلين في بيت الله في صلاة فجر في رمضان، قتلهم وهم بين يدي الله، فيتعمل له ضريح ومقام ويتم تمجيده. قريب بعض الإسرائيليين خطفوا شاب فلسطيني، فتحوا بقه وسكبوا البنزين جوه بقه وولعوا النار في بقه وفي جوفه. في حد في الدنيا مهما يصل خياله الإجرامي يفكر إن يدلق بنزين في بق حد وبعدين يحرقه بهذه الطريقة البشعة؟ قبل كده كلنا شفنا العدوان الإسرائيلي الآثم على أهالينا في غزة، 1200 قتيل منهم 500 طفل، 1200 شهيد ضحية العدوان الإسرائيلي على غزة. كل يوم جريمة ترتكبها إسرائيل، لكن إسرائيل مش مدركة طبقا لهذه التحليلات اليهودية، مش مدركة إن القلق بدأ يدب في صفوفها،
وإن الهجرة المضادة بدأت والإسرائيليين بيجروا ورا باسبور أجنبي، وإنه مع الوقت ممكن عمليات فردية لحماس وللجهاد بيسموها الذئاب المنفردة، أي مجموعة فلسطينيين متضايقين من اللي بيحصل يقدروا يعملوا قلق في إسرائيل، ومع الوقت هذا الذعر يؤدي إلى تفكيك إسرائيل. نتنياهو لا يريد الوصول إلى دولتين ولا إلى سلام، لكن أتذكر دوما أن هناك مجرمين غطوا مجرما وهو يقتل المصلين في صلاة الفجر. ضريح وحرى الشرف للمجرم الذي قتل المصلين في صلاة الفجر. وفاصل ونكمل.